عبقرية الأصحاب مباراة جميلة جدا في دور ال 16، وهفكركم بالنتيجة. الإسكندر 80، الجدعان 40. مباراة مهمة جدا في المجموعة الثالثة. الجدعان معاهم 3 نقط، الإسكندر ما عندهمش ولا نقطة. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. تحت الضغط، خلاص فقرة احنا حفظناها. ومعانا من فريق جدعان كرولوس بسالي، ومن فريق الإسكندر عدنان دلالي. تفضلوا عدنان وكرولوس، كرولوس وعدنان. والموقف صعب يا كرولوس، صح؟ صحيح. عدنان، مين اللي هبتدي الأول؟ كرولوس. بالظبط كده، يبقى عدنان هتروح مع سمر تسمع مزيكا وترجع لنا تاني. كرولوس تعالى مكاني. دلوقتي احنا عندنا 10 اسئله في 45 ثانيه. عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا. كرولوس، السؤال مش هتعرف تجاوبه، هتقول ايه؟ باصه ونكسب. لو فضلت ساكت انا كمان هفضل ساكت. اتفقنا؟ ماشي. نطمن على عدنان. تمام؟ اسمع مزيكا ومستمتع هو هناك. جاهز؟ تحت الضغط، كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة سويسرا؟ ملكي. غلط. من هو الفنان الذي لعب دور زين العطار في مسلسل الأب الروحي؟ محمود حميدي. صح. في أي دولة أوروبية يقام سباق الخيل؟ رويال أسكوت. فرنسا. غلط. ما هي جنسية الشاعر بشار الخوري؟ لبناني. صح. ما هو الموطن الأصلي لدب الباندا؟ أمريكا الشمالية. غلط. من هي الفنانة التي لعبت دور فاطمة في مسلسل بشمع الأحمر؟ نيلي كابري. غلط. في أي دولة أوروبية يقع ميناء لاباليس؟ أسبانيا. غلط. ما هي أصغر عواصم دول الاتحاد الأوروبي من حيث المساحة؟ الفاتيكان. غلط. في أي دولة خليجية؟ ما لحقناش. كم إجابة صح؟ لا ما عدتش. تفضل. إجابتين صح بعشر نقط. تحت الضغط، فقرة مش سهلة. سمر، عايزين عدنان ينضم إلينا. إجابتين صح بكام؟ بعشر نقط. هنشوف عدنان هيعمل إيه. عدنان تعالى مكاني وهقول لك الموقف. كرولوس جاوب على سؤالين صح من 8، لو جاوبت على 2 انت كمان صح تعادل. اكتر هتاخد 10 نقط هديه من كرولوس ان شاء الله. اقل كرولوس هياخد منك 10 نقط هديه. تمام. جاهز؟ جاهز. عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا. لو ما عرفتش تجاوب هتقول ايه؟ باص. ما قلتش باص هفضل ساكت. تحت الضغط، كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة سويسرا؟ جمهوري. صح. من هو الفنان الذي لعب دور زين العطار في مسلسل الأب الروحي؟ أحمد فلوكس. غلط. في أي دولة أوروبية قام سباق الخيل رويال أسكوت؟ اسكتلندا. غلط. ما هي جنسية الشاعر بشار الخوري؟ لبناني. صح. ما هو الموطن الأصلي لدب الباندا؟ الصين. صح. من هي الفنانة التي لعبت دور فاطمة في مسلسل بشمع الأحمر؟ باص. في أي دولة أوروبية يقع ميناء لاباليس؟ فرنسا. صح. ما هي أصغر عواصم دول الاتحاد الأوروبي من حيث المساحة؟ بيرن. غلط. تمام، تعالى مكاني. كم إجابة صح؟ 3. 4. 4 إجابات صحيحة ب20 نقطة، وكرولوس هيدي لك كمان 10 نقط هدية. نشكر كلنا كرولوس وعدنان، اتفضلوا. النتيجة اتغيرت، والإسكندر بيحاول يهربوا بالمباراة. الإسكندر 110، الجدعان 50. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما جاوبتش. في أي دولة أوروبية يقام سباق الخيل رويال أسكوت؟ في بريطانيا. ما هي أصغر عواصم دول الاتحاد الأوروبي من حيث المساحة؟ فاليتا. فاليتا.
هم دول السؤالين اللي ما تجاوبوش. الموقف اتصعب على الجدعان جدا، ولكن المباراة في رأيي ما زالت في الملعب. اتصعبت جدا بس لسه في فرصة. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء 25 نقطة لفريق واحد بس، وأول اتنين معايا مريم وهينار. هينار ومريم، وهنشوف الهدف الأول لفريق مين. طبعا يا مريم الموقف مش سهل، 50 ممكن تبقى 75 يرجع الأمل تاني في المباراة. طبعا يا هينار لو خطفت 25 نقطة أنا في رأيي المباراة شبه اتحسنت. هنشوف. السؤال الأول، في إطار أي حرب تم توقيع هدنة فيلا جوستي بين إيطاليا والإمبراطورية النمساوية المجرية؟ في إطار أي حرب تم توقيع هدنة فيلا جوستي بين إيطاليا والإمبراطورية النمساوية المجرية؟ الحرب العالمية الثانية؟ الحرب العالمية الثانية إجابة خاطئة. الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى الهدف الأول. هارد يا مريم، هدف بلا مقابل لفريق الإسكندر، إبرام وعدنان، عدنان وإبرام. دلوقتي فريق الإسكندر معاكو هدف، إبرام موقفكو صعب، مفروض تتعادل. ما تعادلتش عدنان هيبقى فرصتك أحسن في الهدف التاني في 25 نقطة. السؤال التاني، من هو اللاعب المصري الفائز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة بالمجر عام 2019؟ كرم جابر. كرم جابر 2019 إجابة خاطئة. هتفتي فتسة قوية جدا، هتخترع اسم شكلك كده، يعني هنضحك ضحك. بصوا هساعدك، كسب 9-0. كسب 10 مش هعرف يعني. مش هتفرق صح؟ وكسب واحد من بيلاروسيا كمان. مين بقى؟ محمد رشوان. لا 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 لا، دي بص دي ما عدتش عليا قبل كده. محمد رشوان، محمد رشوان بتاع جودو؟ ما اعرف، هو اللي افتكرته يعني اي بطوله. ومحمد رشوان بتاع جودو ده راجل اعتزل من زمان جدا. ما اعرفش. عدنان اجابه مضحكه. الحمد لله. ابرام فلتت منك، هارد لك. مين بقى يا محمد حسن؟ كيشو. محمد ابراهيم كيشو، بطولة العالم تحت 23 سنة. محمد كيشو فعلا هو البطل المصري، واكيد هو زعلان منكم دلوقتي ومبسوط من محمد حسن. نحيي كلنا البطل المصري محمد كيشو. السؤال الثالث، ليزا وهبة، هبة وليزا. السؤال الثالث بالنسبة لكم فيصلي، هنشوف. طبعا لو جاوبتي صح رجعتي بال 25 نقطة. السؤال الثالث، أحد تلاميذ السيد المسيح ويشتهر بقبره الموجود في مدينة الفاتيكان، فمن هو؟ أنا مش متأكدة بس. مش متأكدة. إجابتك بطرس. القديس بطرس الهدف الأول. فعلاً القديس بطرس الهدف الأول للجدعان، هدف مقابل هدف. محمد حسن وكرولوس باسالي. كرولوس روح رياضية. هدف مقابل هدف، السؤال ده بقى ب 25 نقطة، يعني 50 تبقى كام؟ 75. يبقى في أمل في المباراة.
يعني في أمل. 110 تبقى كام؟ 135. 135 يبقوا جريتوا بالمباراة خلاص. تمام؟ تمام. السؤال الرابع، من هي الممثلة التي لعبت دور ألفت في مسلسل الدالي؟ سوسن بدر. سوسن بدر الهدف الثاني. سوسن بدر الهدف الثاني للإسكندر. الإسكندر خطفوا 25 نقطة في الهدف الثاني. برافو الإسكندر. 135 الإسكندر الجدعان 50. المباراة قوية جدا، التوتر مؤثر جدا على أدائهم. الأسئلة ابتدت تروح مننا، ورغم إن كان في إجابات عندنا كان في ضغط عليا كبير. مش ده فريق جدعان بتاع الماتش اللي فات؟ تحت الضغط الحقيقة فقرة مش سهلة. السكور بقى الفرق كبير جدا. فريق الإسكندر بيلعب على الثلاث نقط من أول مباراة. الهدف الثاني. بدأنا من الأول كويسين، كنا عاملين حسابنا إن إحنا ما نخسرش أي نقط. قدرت أتخطى التوتر بتاعي. هدف الأول. كل نقطة هتفرق مع كل فريق. خلينا نشوف عجلة الحظ والأربع أسئلة الجايين هيعملوا إيه في ماتش النهاردة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 65 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 97500 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 277500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين.